خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي للأقصر، وتم إطلاق فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان التحطيب في ساحة أبو الحجاج. المهرجان مستمر لحد يوم الأربعاء 21 ديسمبر، وبيشارك فيه فرق وشيوخ اللعبة من معظم محافظات الصعيد، لأنه يعني لعبة التحطيب أو تعتبر رياضة التحطيب بتعتبر واحدة من أهم الطقوس اللي بيتوارثها أهل الصعيد، وبتكون دايما موجودة وحاضرة في كل المناسبات. انطلقت فعاليات الدورة 12 لمهرجان التحطيب في ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر. المهرجان مستمر حتى يوم الأربعاء 21 ديسمبر برعاية إقليم جنوب الصعيد الثقافي. وقدمت فرق الفنون الشعبية بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وملاوي والشرقية عرض فني لفرح الصعيد بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مزجت خلالها الرأس بالعصا مع حركات لعبة التحطيب وبمشاركة لاعبي التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة. وتعد لعبة التحطيب واحدة من أقوى الطقوس اللي بيقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث تقام على أنغام المزمار المبهجة والأغاني التراثية الصعيدية، وبيتجمع نجوم لعبة التحطيب في حلقات وساحات التحطيب في مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام وسط أجواء مبهجة بين الجميع. وبيعتبر شيوخ التحطيب أن فنون اللعبة بيتم توارثها عبر الأجيال للتأكيد على هويتها بمحافظات الصعيد من خلال الممارسة اليومية لها. وتم تنظيم المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وده بعقد البروفات النهائية لعروض فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان، بالإضافة لفرق التحطيب الممثلة لمحافظات الصعيد وشيوخ اللعبة.